افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين اليوم، حيث واصل مؤشر S&P 500 وناسداك الارتفاع لثامن وتاسع جلسة على التوالي، بينما افتتح مؤشر داو جونز على انخفاض. هذا ورصدت منذ قليل بيانات إعانات البطالة، حيث تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ. قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3000 طلب إلى 217000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر. ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يتوطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع، مما يجعل رفع الفائدة أقل احتمالاً. سيضعف جاذبية العملة الأمريكية التي استفادت من القوة النسبية للولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.